تعاقد المنتج تامر مرسي مع النجم طارق لطفي على عمل جديد يخوض من خلاله ثالث بطولاته مع الشركة المنافسة به خلال ماراثون رمضان 2018، وذلك يعد مسلسلي شهادة ميلاد وبين عالمين لنفس المنتج. ومن المقرر الاستقرار على باقي العناصر الفنية للعمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كان مسلسل بين عالمين الذي شهد التعاون الثاني بين الفنان طارق لطفي وتامر مرسي قد خرج من السباق رمضان الماضي في اللحظة الأخيرة لعدم الانتهاء من تصويره.